حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دُعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين.